برنامج الأستاذ خالد شريف مستشار وزير الهجرة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. أهلا وسهلا. يعني أنا يعني بحييكم الحقيقة وبحيي سيادة السفيرة على هذا النشاط المكثف، والحقيقة احنا بنتابع يوميا أنها لا تألو جهدا أن هي تدور على الحاجة اللي يبدو أنها ما تخصش وزارتها، وتشوف الاشتباكات اللي ما بينها والتعاون اللي ما بينها ما بين وزير التموين ووزير الشباب والرياضة، تروح تفتتح المجمع الرياضي، تدور على المبادرة. يا ريت تكلمنا على فكرة المبادرة تتكلم مصري دي، واضح انها حاجة مهمة جدا. تمام. مساء الخير اولا جميعا، والتحية لجميع المشاهدين. فكرة مبادرة تتكلم مصري كانت طرحتها معالي الوزيرة من فترة في إطار مجهودات لتعميق الربط الثقافي ما بين أبناء المصريين بالخارج والوطن الأم في مصر. والحقيقة هي برغم أن هي فيها كلمة اتكلم، فهي مبادرة بتذهب أبعد من تعلم اللغة، بتذهب إلى زي ما قلت الربط الثقافي، أنه نربط المصريين اللي بالخارج بالمجتمع المصري بعاداته بتقاليده، وأهم حاجة في الربط هي اللهجة المصرية. الفكرة اللي قالتها معالي الوزيرة كانت أنها مش عايزة تحس أنه المصري اللي اتولد في الخارج في مجتمع مختلف بيتكلم لغة مختلفة لما بيجي هنا يحس أنه هو غريب لأنه مش عارف يتفاعل أو مش عارف يتفاهم باللهجة المصرية. في ناس بتتكلم أو بتتعلم، لكن ممكن أعرف من حضرتك إيه الآليات؟ يعني هل هو أبليكيشن على الموبايل هيسهل إيه؟ هيعرض إيه؟ هي منصة فيها تطبيقات، فيها عرض فيديوهات، فيها برامج تفاعلية اللي بيتم إطلاقه بكرة، ده المرحلة الأولى منها، ودي خاصة بمجموعة من الفيديوهات. الهدف منها انه نعرف زي ما قلنا ابناء المصريين بالخارج اللي مولودين بره وعايشين بره باللهجة المصرية، بالعادات والتقاليد، بالاكل، بالاماكن. بنخليه يدخل في رحلة افتراضية كأنه جاي مصر وقاعد اتكلم مع الناس واهله قريبه، وفهم الاكلات بتتقال عليها ايه، ازاي لما ينزل في الشارع يتعامل مع الناس، الى اخر هذه الامور اللي هي في رأيي هي حاجات أساسية علشان ما حسش بالغربة في بلده. طبعا طبعا. احنا عندنا الأهم. في كندا وفي أمريكا عندنا الجيل الرابع، مش بس الجيل التاني. يعني بالزبط. أنا لما سافرت قابلت أولاد بقى زي ما حياتك بتقول كده انسلخوا تماما من مصرياتهم، رغم جهود دؤوبة من الأسرة الأولى اللي هم الأجداد لما سافروا مثلا في السبعينيات، في أوائل السبعينيات. فطبعا دول فعلا. وبعدين المشكلة الأكبر إن هو بيروح مدرسة ممكن يتفاجئ في المدرسة إن حد بيقول له يا حبيبي أنت عبيط، مفيش حاجة اسمها ربنا، مفيش حاجة اسمها مصر، مفيش حاجة اسمها وطنك، أنت وطنك كندا، أنت أخلاقياتك أمريكا، أنت سلوكياتك ألمانيا وبريطانيا. فطبعا إحنا كمصريين برضو عندنا تقاليدنا وعندنا فولكلور وتاريخ ودين. يعني خليني أضيف لحضرتك إن اللي منهم بيحاول يعلم ولاده اللغة العربية، للأسف التطبيقات اللي موجودة والبرامج اللي موجودة بتعلم اللغة العربية الكلاسيكية، فحتى لما بيجي في مصر بيلاقي نفسه برضو غريب، برغم ان هو بيتكلم عربي بس بيتكلم بلهجة مختلفة، مش هي دي اللهجة المصرية المستخدمة. يعني بدأنا بتهيألي حضرتك بدأنا بمؤتمرات الشباب، وبدأنا بالاستضافات اللي عملتوها في وزارة الهجرة واللي عملها قداسة البابا طرابلس لمجموعة بالزبط. كبيرة كل سنة كده 100 هنا و200 هنا و1000 هنا، فيبقى في رايح جاي موضوع الثقافي. يعني بالظبط، وده زي ما بنؤكد دايما انه هو جزء من منظومة متكاملة لزيادة الربط أو لتوطيد الربط الثقافي مع الوطن. وما عنديش شك إن المواد اللي سجلت في مؤتمرات الشباب وفي لقاءات الرئيس بالشباب مصريين في الخارج والطلبة المصريين اللي بيدرسوا بره وجم التقت بيهم سيادة السفيرة ورافقتهم في جولات وفي الكنيسة جداً هتبقى موجودة على الأبليكيشن أكيد. بالظبط،
وأنشطة وزارة الهجرة بنعرفهم برضو من خلال الفيديوهات اللي بتتعمل والتطبيق بالأنشطة اللي بتعملها سواء الوزارة أو بتتعمل برة مثلا في السفارات. كثير من أبناء الجاليات المصرية في الخارج ما يعرفش مثلا الاحتفال بيوم مصر في السفارة، فبيتعرف على الحاجات دي وبيشوف الآليات وبنقربه أكتر. النهاردة لازم نستغل التكنولوجيا طبعا في تقليل المسافة، يعني مش مهم أنت بقى في كندا في أمريكا في أستراليا عشان السفر والطيور بتاعته بالظبط، فاحنا لازم نستغل التكنولوجيا في تقليل هذه المسافات وفي تقريبه من الوطن. بشكرك جدا يا فندم على وجود حضرتك معنا على الهاتف، الأستاذ خالد شريف مستشار وزير الهجرة المصري. طيب أنا عندي